أن هذه المنشأة الهامة ستشكل لبنة أساسية لتطوير منظومة المقاولات في الإقليم، ترم تعزيز موافقة حامل المشاريع والمقاولات الناشئة والمقاولات الرقمية في ولوج مجال الأعمال، وخلق الثروة وهي تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة بإقليم الصغيرة، والمبنية على تثمين مقومات الابتكار والانفتاح على محيطها الوطني والدولي، تنفيذا للرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، انطلاقا من توجيهاته الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، التي نستحضر هنا مقتطفا منه والذي جاء فيه. وإذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي. ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيوسياسي على المستوى الإفريقي. غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي. حضرت سيدات والسادة، إنما كانت الصغيرة ضمن هذا الفضاء الأطلسي متعدد الأبعاد، تجد مرجعاتها في غوص جذورها في أعماق التاريخ، والتي شكلت منذ إعادة إحداثها مجددا في القرن الثامن عشر من طرف السلطان سيدي محمد بن عبيدة، منفتحة على محيطها الأطلسي من خلال مينائها التجاري الذي كان يطلق عليه آنذاك ميناء بومبوكتو. أضحت نقطة إشعاع لتعزيز الأنشطة التجارية والتبادل الثقافي ترسيخا لليد الانفتاح والتعايش ببلادنا. ولعل إقليمنا اليوم تطبيقا للرؤية الملكية السديدة وبفضل عقفه الملوي السامي منخرط كل الانخراط في دينامية تعزيز الواجهة الأطلسية للمملكة، سواء داخل أسوار المدينة العتيقة عبر برنامج تأهيلها وإشعاعها الثقافي ارتقاء بقيم التعايش لبلادنا ومشاريع محيطنا كحاضرة الفنون والثقافات، المنطقة الاقتصادية لدوار الأمر، مشروع الطاقة الريحية بجبل الحديد، القرى السياحية الإيكولوجية بسيدي كوبيا ومولي بوزوكتو، وإعداد مراكز الصعيدة كقوانا عمراء والفنشان لتزمين المنتوجات المجالية. ولأن الاهتمام بتأهيل الموارد البشرية صار أيضا من الأولويات في هذا الإقليم، فإن هذه السنة عرفت أهم مبادرة في هذا المجال، بحيث تم إحداث مدرسة المهندسين في تخصصات مبتكرة تهم الهندسة الطبية وتقنيات الصحة، إذ يتابع الآن 196 من الطلبة المتفوقين في دراستهم بها، 94 طالبة و82 طالب، منهم 30% من العالم القاري. الإجابة للدور الكبير الذي يلعبه السيد مستشار صاحب الجلالة أندري أزولا، رئيس مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة، وكذا فعالية المجتمع الصغير التي تساهم بدورها بشكل فعال في هذه الدينامية. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد الوالي على المجهودات التي يبذلها من أجل تنمية إقليم الصغيرة داخل جهتنا، وجعله يرقى إلى مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. وفي الختام أريد أن أجدد شكري وامتناني للسيدة الوزيرة لتقديم كامل الدعم والمساعدة للمشاريع التنمية النووية بهذا الإقليم، كما أن شكري موصول إلى السيدة المديرة العامة لتكنوباك المغرب، وإلى السيد رئيس الإدارة الجامعية، والسيدين رئيس المجلس الإقليمي والجماعي للصغيرة، وإلى كافة الأطر المتدخلة المركزيين الجهويين والمحليين على المجهودات المبذولة من طرفهم لإخراج مشروع تكنوباك الصغيرة إلى الوجود. وفقنا الله جميعا لما فيه خير البلاد والعباد، حتى نكون عند حسن ظن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، داعين الله العلي القدير أن يديم على جلالته نعمه الدائمة
وأن يبارك في عمره ويمده بالنصر ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن والأميرة الجليلة لنا خديجة، ويشد أسره بصاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي رشيد وبسائر الأفراد بأسرة الملكة الشريفة، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.